وهنا سائلة تسأل وتقول: بعض الأمهات يدعين على أولادهن في حالة الغضب، فما هي الكلمة التي توجهونها لهن؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على ما أموالكم، لعلها توافق ساعة استجابة أو ساعة فتجاب هذه الدعوة؟ تجاب هذه الدعوة. هناك ساعة استجابة، إذا دعوت على طفلك فلعل دعائك كان في وقت الاستجابة فيستجاب لدعائك، فماذا؟ فيندم الإنسان. نعم، فلا يجوز، هذا أمر محرم. بدل أن ندعو على أولادنا حتى وإن أساءوا ندعو لهم بالصلاح كي يصلحهم رب العالمين جل وعلا، هذا أنفع. والله أعلم. بارك الله فيكم.